السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حسام منديلي من السعودية، عمري 37 سنة. حابب أشارك معكم تجربتي مع الحجامة. طبعا قبل 7 سنوات أنا عملت حجامة، عملتها في مكان يعني مركز مرموق، لكن للأسف الشخص اللي عمل لي هي كان غير متمرس، فسببت صراحة آثار في جسمي لمدة 7 سنوات. فبسبب هذه التجربة أنا يعني حلفت إني ما عاد أسوي حجامة ولا عاد أروح. كان طبعا هذا قرار خاطئ مني، لكن مع مرور الوقت ومعرفتي بالحجامة وأهميتها طبعا كأنها كهدي نبوي وسني، قررت أعمل حجامة من جديد. والحمد لله تعرفت على أستاذ أمجد من مركز المدني للحجامة، دكتور أمجد الله يعطيه العافية صراحة ويبارك فيه، من الناس المتمكنين في الحجامة ما شاء الله تبارك الله. عملت الحجامة عنده وكانت تجربة صراحة أفضل من رائعة. حسيت بإحساس جميل بعد الحجامة، حسيت بالنشاط، حسيت بالفائدة اللي أنا كنت أتمناها بعد الحجامة. فالله يعطيه العافية ويسعده، وإن شاء الله حاجي أعملها ثاني وثالث ورابع. جزا الله عنا كل خير، ومع الفريق اللي كان متواجد معه صراحة فريق كان متمكن، فريق ودود حبوب، الله يعطيهم العافية ويسعدهم جميعا. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية حبيبنا، شو أخبارك؟ والله تجربتنا معكم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، فيش وجع، خفيفة جدا، إيدك خفيفة، في راحة تامة مباشرة، يعني أنا تفاجأت، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، ما في أي غلطة، وأنا إن شاء الله خلاص راح أستمر معكم خلاص من الآن وطالع، فما شاء الله عليك، الله يجزيك ألف خير ويوفق ويرزق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عملت حجامة عند المركز المدني عند أخي أبو ويس. كان عندي عدد البنات المنوية صفر بفضل الله ومني، عدة مرات عند الحجامة صارت عندي الحيوانات المنوية 4 ملايين بفضل الله ومنه. والسلام عليكم ورحمة الله.